مشاهدي اميرو 24 باقي كنتلاقاو مع الفرقه ديال ميلود الحبشي. هذه المره تلاقينا مع جواد السايح او المعروف بموتشو. سي جواد، واش تقدر تقول لنا يعني المجيء ديالكم هنا كيفاش كان وكيفاش تلاقيتوا مع الجاليه المغربيه؟ المجيء ديالنا هنايا بسبب وزاره الجاليه المكلفه بالجاليه المغربيه، هما اللي داروا هذه البادره الطيبه. دابا بداو هذاك العام وهذا العام كيشجعونا وكيدعمونا باش اننا الفرق المغربيه والفنان المغربي يتواصل مع 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 يتواصل مع الجاليه المغربيه، يتواصلوا مع خوتنا. هذه بادره مزيانه، كنتمنى ان شاء الله تزيد تطور وتزاد الدعم ان شاء الله، لان الجاليه المغربيه متعطشه لما هو مغربي. الجاليه المغربيه متعطشه لما هو الحاجه اللي كتفكرهم في بلادهم، والحمد لله لقينا استقبال كبير. لقينا الجاليه المغربيه باقا محافظه على تراثها، باقا محافظه على الاصاله ديالها، وباقا مثبتين بالعرش العلوي وبسيدنا الله ينصرو وحتى مغربي ديالهم، وحنا جد فرحانين ان شاء الله. وكنتمنى نعاودوا نكرروها بزاف د المرات باش المغاربه اللي زايدين هنايا في اوروبا يتانتيغراو مع خوتهم المغاربه اللي مزودين في المغرب، وحنا راه اسره وحده الحمد لله. وانت كتشوف راه على عينيك راه استقبال حار، والناس في الزنقه كيتصوروا معنا. واللي غريب في الامر هو ان استطعنا ان نوصلوا المنتوج المغربي للدول العربيه، بعد ما كان الاحتكار غير ديال مصر ديال التركيين ديال السوريين، ولاو دابا دول عربيه كيتفرجوا في الاعمال ديالنا. انا كيتصوروا معايا الجزائريين، الاخوه الجزائريين، التونسيين، السوريين، كيعرفوا المسلسلات ديال حديدان، المستضعفون، المسرحيات ديالنا. وهذه فرصه فين حنايا نصدروا الاعمال المغربيه للدول العربيه، ما نبقاوش غير حنايا كنستوردوا، لان عندنا كفاءات، عندنا الحمد لله عندنا الامكانيات باش اننا نكونوا في الرياده ان شاء الله. اخر كلمه للجمهور المغربي المقيم بالخارج. تنقول لهم بصفتي ممثل فنان وكندوي على الفنانه صحابي، تنقول لهم راه كنحبوكم بزاف، واخا حنا لداخل راه ديما قلبنا معاكم، وان شاء الله راه غنبقاو نحبوكم وغنبقاو ديما نجيو عندكم. شكرا بزاف. شكرا شكرا. ويخلونا ناشطين.